لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. السلام عليكم. في مقطع جديد وجميل ورائع، مقطع يدخل القلب، مقطع يعني إذا ما الذي سوف أقوله، إذا لم تحبه يا أيها المشاهد ويا أيتها المشاهدة ما الذي سوف أقوله، راجع نفسك، راجع نفسك. يعني هذا المقطع يعني إذا لم تحبه أو لم تحبينه يعني يوجد فيك خطأ، راجع نفسك، لديك مرض قلبي، لديك مرض قلبي يعني نفسي، راجع نفسك. يعني هذا النوع من المقاطع يعني أجانب ويعني يرتاحون، يحبونه، يرتاحون عند الاستماع إلى تلاوة القرآن. يعني مقطع اليوم سوف أرتب من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الأولى، بطبع مرتبة الثالثة الثانية الأولى، يعني أفضل تلاوات لقراء جزائريين يعني حسب رأيي الشخصي، يعني كصوت وكتجويد وك يعني دخل قلبي، يعني مرتبة الثالثة الثانية الأولى. يعني القرآن جميل جدا، وعندما يتلوه يعني شخص لديه صوت جميل يعني وبخشوع يعني تخشع معه لدرجة البكاء. المهم مقطع اليوم مقطع جميل جدا يعني. وقبل أن نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طول هذه الفترة التي قمت فيها يعني نزلت الكثير من الشورت يعني مقاطع قصيرة في قناتي يعني جميلة، وكان فيها الدعم لا بأس به، يعني تحسن الدعم قليلا. المهم شاهدوهم إذا لم تشاهدوهم، ولا أريد أن أطيل عليكم. في المقدمة تعرفون يا أيها المنتج شغل الأنترو. حسنا، القارئ الأول بالطبع الجزائري وليد مهساس، لنستمع بتمعن بدون كلام. القارئ الثاني والذي هو ياسين زيداني، اوكي استمعوا بتمعن، هذا في المرتبة الثانية، بعدها سوف نذهب الى المرتبة الاولى، هذا في المرتبة الثانية، لنستمع بتمعن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وفي المركز الأول حسب رأيي الشخصي القارئ عبد العزيز سهي وأنا اسمي عمر عبد العزيز لا تقولوا يعني أن اسم ما لا دخل بالاسم استمعوا إلى الصوت والخشوع وأخبروني هذا حسب رأيي الشخصي المرتبة الأولى استمعوا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئتم
ولكن أكثركم للحق كارهون. المهم، وإلى هنا يا متابعين الأعزاء وصلنا إلى ختام المقطع الجميل. لا تبخلوا علي بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أول بأول. انشروا هذا المقطع في كل مكان، يعني شخصين ثلاث أشخاص يعني على الأقل تنشره. المهم، وجزاكم الله خيرا، وأتمنى أن أراكم بخير في المقطع الآتي. دمتم في رعاية الله وحفظه، وأحبكم في الله، ودمتم في رعاية الله، وأتمنى أن أراكم بخير في المقطع الآتي وبصحة وعافية. السلام عليكم. أستغفر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.